الوحدة الثانية للصف الرابع نتشارك الكوكب الأسبوع السادس. الفكرة المركزية: تتغير بنية الأرض باستمرار من خلال العمليات والقوى المختلفة. يتوقع من المتعلم تحقيق الأهداف الآتية خلال الوحدة: أولاً، اللغة المكتوبة، القراءة والكتابة. القراءة: يقرأ النصوص ذات المستوى المناسب له باستقلالية وبثقة وبفهم حسن. ثانياً، يحدد الفكرة الرئيسة الموجودة في النص. ثالثاً، يوظف المفردات الجديدة في جمل مفيدة. سيتم التكامل في مادة اللغة العربية من خلال عروض قصصية بحيث تعالج خطوط البحث المختلفة. النص الثاني بعنوان تحولات الطاقة، الذي يوضح أهمية تحولات الطاقة في حياتنا اليومية، وأن الطاقة لا تفنى ولكنها تتحول من شكل إلى آخر. فن الكتابة: سيقوم المتعلمون بكتابة تميزية. أولا، سيقومون بعمل لوحات إرشادية للمحافظة على البيئة وعرضها في الممرات وفي المدرسة. باستخدام مفهوم الارتباط، سيتم ربط أنشطة خطوط البحث بمشروع الوحدة، حيث يقوم المتعلمون تصوير فيديو لكيفية الحد من الملوثات البيئية بدءا من بيئة المدرسة من على وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وعافية. ثم سيطبق المتعلم معرفته للوحدة من خلال نشرة التوعية بين المتعلمين حول كيفية المحافظة على نظافة البيئة المدرسية. دمتم بخير وعافية أصدقائي الطلاب.